السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو بتاع النهاردة الفيديو الرابع في سلسلة فيديوهات علم الاتصالات أو مبادئ علم الاتصالات. اتكلمنا قبل كده عن أي نظام اتصالات بيتكون من مجموعة من الإليمنت، وقلنا إن هو بيتكون من الترانسميتر والريسيفر والشانل، واتكلمنا عن الشانل بصفة مفصلة، تمام؟ قلنا إنها بتنقسم لجزئين، وايرد ووايرلس، واتكلمنا عن الوايرد وعن الوايرلس، وعرفنا الابلكيشن بتاع كل واحد فيهم، وعرفنا في السيشن اللي فات الفرق ما بينهم وكل مميزات كل جزء منهم وعيوبه واللي احنا بنستفاد بيه، وعرفنا ان هو الوايرد شغال لغايه دلوقتي والوايرلس شغال لغايه دلوقتي، والتطور ماشي في الوايرد وماشي في الوايرلس. طبعا كل نوع له ابلكيشن وله استخدامات بتستخدم حتى الآن، تمام. النهاردة هنتكلم عن عنصر جديد من مبادئ علم الاتصالات، وهو الترانسميشن مود، طريقة إرسال واستقبال الإشارة أو الداتا، تمام، في علم الاتصالات. طيب، عندنا ثلاث أنواع. الترانسميشن مود بيتقسم إلى ثلاث أنواع: سيمبلكس وهاف دوبلكس وفول دوبلكس. طبعا الثلاثه شغالين والثلاثه عليهم تطوير، تمام. فيعني مش معناها ان واحد نوع فيرجن قديم ثم بعد كده ظهر الهاف دوبلكس وبعد كده الفول دوبلكس، لا، ده هم كلك شغالين لغايه دلوقتي والتطوير عليهم كلك، تمام. وكل واحد ليه استخداماته وليه الابلكيشن بتاعه اللي بيستخدم بيه، تمام. هنتكلم عن اول حاجه السيستم الاولاني اللي هو سيمبلكس. سيمبلكس ده عبارة عن ايه؟ عن شانل واحدة، تمام؟ سواء كانت الشانل دي هتبقى وايرد او وايرلس، ايا كان هي ايه، تمام؟ وون واي. يعني ايه وون واي؟ يعني بيرسل في اتجاه واحد. يعني الترانسميتر هيفضل شغال ترانسميتر على طول، والريسيفر هيفضل شغال ريسيفر على طول. يعني الريسيفر مش هيبعت داتا، ولا الترانسميتر هيستقبل داتا، هو وان واي، تمام. يبقى وان تشانل اتجاه الارسال وان واي اول تايم، طول الوقت ارسال في اتجاه واحد طول الوقت، تمام، والاستقبال من نفس الاتجاه طول الوقت، تمام. الابلكيشن اللي بيمثله حاليا السيمبلكس اللي هو الراديو والتي في برودكاستنج، زي شبكة الراديو والتي في. ازاي؟ هو الشبكة التي في، عندنا التي في ستيشن بتبث اشارة، وكل التي في بيستعمل او كل الريسيفرات بتستقبل الاشارات وبتستقبل القنوات. ما فيش مرة الريسيفر اللي موجود في البيت بيبعت للتي في ستيشن، لا، هو التي في ستيشن، تمام، بيبعت طول الوقت. ديت السيمبلكس، تمام. في بعض الانواع برضو زي مثلا ايه الدامب تيرمينال، وده في بعض الكمبيوترات بيبقى جهاز كده بيركب على السيرفر، والجهاز ده بيعمل ايه؟ بيبقى يعني داتا انتري فقط، بيدخل داتا فقط، فبالتالي هو بيبعت ما بيستقبلش حاجه، هو بس بيرسل داتا فقط، تمام؟ بيرسل للريسيفر او السيرفر، سوري، بيرسل للسيرفر بس، بيسموه ده تيرمينال، تمام؟ بس الابلكيشن الاوضح اللي هو الراديو والتي في برودكاستنج، تمام؟ طيب الهاف دوبلكس، الهاف دوبلكس ده يعتبر يعني طريقه اوسع شويه للارسال والاستقبال، تمام؟ هي شانل واحده ولكن قسمنا التايم، تمام؟ بقى الوقت بتاع الشانل ده مره ارسال ومره استقبال، تمام؟ والابلكيشن اللي بيمثل
الترانسميشن مود ده اسمه بوش تو توك، ده اللي هو بيستخدمه رجال الشرطه بحيث ان هو ايه بيضغط على سويتش كده بحيث ان هو يتكلم، وبرضه هو بيضغط بيفصل التشانل ما يخليهاش تستقبل، هي ترسل بس وبيحجزها، مجرد ان انا اضغط تمام بحجز الشانل ان انا اللي هرسل، فخلاص ما فيش حد هيرسل تاني او اللي هو بيكلمني مش هيرسل تمام، ومجرد ان انا بخلص كلامي بقول كلمة حول، فحول دي معناها ان حول ان انا بعد ما انا هتكلم فخلاص انا هحول هبقى ريسيفر هستقبل انا وهو هيتكلم هيضغط هيتكلم تمام. ده الهاف دوبلكس ديت وان شانل ولكن تو واي ارسال واستقبال تمام، ولكن مش في نفس الوقت، ولكن مش في نفس الوقت تمام، برسل واستقبل ولكن مش في نفس الوقت، يعني الترانسميتر بيترانسميت داتا تمام وبيستقبل داتا، والريسيفر بيترانسميت داتا وبيستقبل داتا تمام، ولكن مش في نفس الوقت. اخر مود تمام اللي هو الفول دوبلكس تمام، بيبعت طبعا هتبقى تو شانل قناتين، القناه دي زي ما قلنا الشانل ديت ممكن تكون وايرد ممكن تكون وايرلس، ممكن تكون وايرد ممكن تكون وايرلس، واتكلمنا على النوعين دولت قبل كده وعرفنا الفرق ما بينهم تمام. تو شانل، واحده ارسال واحده استقبال، تو واي بيبعت ويستقبل تمام، ان ذا سيم تايم يعني مش هضغط لا انا هتكلم واسمع في نفس الوقت، هيبعت ويستقبل في نفس الوقت تمام. زي بقى اي يعني زي السيلر سيستم، زي الانترنت انت بتداونلود تمام، يعني ممكن تبعت ايميل وتستقبل ايميل طبعا في نفس الوقت. طيب هنشوف بس بالتفصيل اللي احنا قلناه كده في الرسومات. السيمبلكس ترانسميتر وبيرسل داتا، قناه بيرسل داتا تمام، والريسيفر طبعا الترانسميتر ده بيفضل ترانسميتر على طول، والريسيفر ده بيفضل ريسيفر على طول، وممكن نستخدم الموضوع ده كوايرد او ممكن يبقى بانتنه، والانتنه دي بتبث الاشاره زي ما احنا شايفين في اتجاه واحد فقط، وان واي وان شانل فقط تمام، زي التي في والراديو برودكاستنج تمام. طيب الهاف دوبلكس زي ما اتكلمنا هي شانل واحده ارسال واستقبال، يعني الترانسميتر ده في حاله ان هو هيحجز الارسال، فبالتالي هياخد القناه يبعت عليها تمام، و في حالة الاستقبال هو هيبقى ريسيفر تمام، والريسيفر هيحجز القناة يبعت عليها تمام. تو واي بات نوت ان ذا سيم تايم تمام، ممكن الموضوع ده يبقى وايرد وممكن يبقى وايرلس، وقلنا فور اكزامبل زي البوش تو توك زي ده، هو ضغط بصبعه هنا كده على السويتش عشان يتكلم تمام، مجرد ان هو ضغط معناها بيقول له احجز لي القناه او احجز لي التردد ده او احجز لي الكيبل ده او القناه ديت اللي انا هرسل عليها، ان انا ارسل فقط تمام، وبالتالي المقابل له هيكون ريسيفر هيسمع ويستقبل الاشاره تمام. طيب ثالث نوع اللي هو الفول دوبلكس تمام، وده زي السيلر سيستم او الموبايل بيبعت ويتكلم، انت بتسمع وبترسل وبتستقبل طبعا، تو شانل تمام، تو واي ترانسميتر بترانسميت داتا وريسيف داتا، والريسيفر بترانسميت داتا وريسيف داتا ات ذا سيم تايم تمام. ده سيشن مبسط عن الترانسميشن مود تمام، اللي هي موجوده في علم الاتصالات طبعا، النظام الخلوي او نظام الجي اس ام او الموبايل عموما شغال بالفول دوبلكس، ما فيش حاجه اسمها وان واي، لا وان واي ديت لا، ولا
بوش تو توك، لا ده انا بسمع وبستقبل في نفس الوقت، كل انظمه الانترنت والموبايل والكلام ده شغالين كلها فول دوبلكس دلوقتي يعني. حاليا مفيش، وحتى الشبكه الارضي برضه شغاله فول دوبلكس. تمام، ان شاء الله السيشن الجاي هيكون ان شاء الله مبدا جديد من مبدا علم الاتصالات. رجاء رجاء على الاشتراك في القناه ودعمكم بكومنت، والكومنت بتاعكم بصراحه يعني بيحاول يساعدنا ان احنا نبدا نشتغل في اي طريق، بيوجهنا ان احنا نشتغل في اي طريق بحيث نحاول نفيدكم ونستفاد من الكومنتات بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.